ولا ليه علاقة مثلا بفكرة ان زمان ايام ما كانت الصحافة الورقية دايما بيبقى لها التأثير الاكبر وانتشارها الاوسع، كان يقول لك اصل الخبر اللي كتب فيه اسم الاهلي بيوزع، او المنشط اللي عليه اسم الاهلي بيبيع. دلوقتي بقت القصة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، الترند. لما تلاقي اي تصريح وما بين قوسين فيه اسم الاهلي تلاقي نسبة المشاهدة ونسبة الفيو بتاعته عليه. ما في الاخر اتشاف واتقال وبتاع وخلاص يعني، وبعد بقت تتقاس كده وبعد خمس دقايق. هو انا مش هل اللي بيطلع يقول ده بيطلع يقول هو بقى متكرر يا احمد، يعني اصله متكرر. وانت ما هو هل التكرار ده عمل فايده للناس اللي طلعت قالته؟ يعني الناس اللي طلعت قالت الكلام ده استفادوا؟ لا، الناس قالت اساميها بعد ما كانت بطلت مثلا، وبعد سبع دقايق حد افتكرهم؟ لا، حد افتكر لهم حاجه في الملعب؟ يعني حد افتكر انجاز للي قال ده؟ ما حدش افتكر له. خلاص يعني انت ركبت ترند 24 ساعه، وبعدين برنامج تاني جابك عشان تقول نفس الكلام الفارغ اللي قلته في البرنامج ده، وبعدين بعد اسبوع خلصت الكلام الفارغ اللي قلته في 7 8 برامج. فخلاص غريبه ان الكلام الفارغ ده لما برنامج بيشوف برنامج جاب الكلام الفارغ ده بيحب يقرر نفسه. انا بقول لك ما هو خلاص انت، لانه المحتوى فارغ، المحتوى كله على بعضه فارغ. المحتوى الذي يقدم بالمنظور يعني المايه دي، كل الكلام ده بيتقال في ساعات في البرامج اللي بتتأجر. ما هو انت ما بتلاقيش قناه محترمه هتعمل الكلام ده، يعني بتلاقيش حد طلع في قناه محترمه قال الكلام ده. فخلاص يعني فبيطلع في برنامج وبعدين يطلع في برنامج التاني، وبعدين خلاص خلص البقين اللي عنده او الكلمتين اللي عنده قالهم في 7 8 برامج، خلاص وبعدين انتهى تماما. هيدوروا على غيره عشان يقول نفس الكلام، هيدوروا على غيره عشان يقول نفس الكلام. هي نغمه اللي هو نغمه اي حد بيطلع يقول كلام مختلف، زي بالظبط الله يرحمه يعني الفنان العظيم شعبان عبد الرحيم، اما طلع بلبس مختلف وبتاع الناس كلها راحت له وشافته. فكل واحد في دلوقتي بيستغل انه يبقى يعمل نفسه نفس الترند يعني. نفس الترند. طيب هل السوشيال ميديا بقى لها تاثير حقيقي فعلا في التوجه العديد من القضايا؟ طبعا. هو الصحافه الشعبيه دلوقتي، طبعا. انت في خمس دقائق بتعمل راي عام يعني. لو حد مؤثر على السوشيال ميديا او الناس بتثق فيه او الناس بتشوفه او عنده عدد كبير من الناس بتشوف صفحته او بتشوف الاكونت بتاعه وبيعمل راي عام في خمس دقائق، لا يعني انا مجرب ده.